السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مسلمون حول العالم. تداولت منصات قطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع مكسيكي يشهر إسلامه في القرية الثقافية كتارا خلال ثاني أيام كأس العالم في قطر، وانتشر الفيديو بشكل واسع على المنصات، حيث ظهر المشجع المكسيكي وهو ينطق الشهادتين بتلقين من الداعية حيان اليافعي وسط سعادة غامرة منه. نتابع معا مشاهدينا الكرام هذا الفيديو. No. You want to be Muslim from here? Okay, say after me. Okay. I bear witness, worthy of worship. Worthy of worship. But Allah. But Allah. And I bear witness. And I bear witness. That Muhammad. That Muhammad. Is his last messenger. Is his last messenger. And I bear witness. And I bear witness. That Jesus. Jesus. Is his servant and messenger. Servant and messenger. Is his servant and messenger. Is his servant and messenger. Allah. We'll say it in Arabic, okay? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذه الحقيقة إحدى ثمرات كأس العالم النافعة، وهي دخول البعض في دين الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، ولمثل هذا نفرح، ونفرح لنجاة نفس من النار، فهنيئا له بدخوله الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل.